كما وعد رئيس الديوان الدكتور عبد اللطيف الهميم بإيصال المساعدات إلى كل مكان يتم تحريره. اليوم نحن في الجدعة لنساعد النازحين في هذا المخيم، وهذه المساعدات اليوم قادمة من محافظة ديالى ومدير أوقاف ديالى الأستاذ طه مشكور، أتى على قافلة كبيرة من المساعدات على هذا المخيم. وفي نفس الوقت وفي نفس النهار معالي الدكتور عبد اللطيف الهميم هو في الخازر وحسن شامي والمخيمات الجديدة التي أنشأت حديثا لتوزيع البطانيات والألبسة والمساعدات الأخرى، وإن شاء الله سنبقى متواصلين بهذا الجهد والدعم المتواصل من الدكتور الهميم إلى أن تتحرر نينوى ويعود آخر نازح، وسنبذل الجهد قريبا إن شاء الله لإعادة نازحي مخيم الخازر إلى مساكنهم وفي المناطق التي تم تحريرها. استناد الى توجيهات السيد معالي رئيس الديوان الفلسطيني الدكتور عبد اللطيف الهميم، تقوم مديريه اوقاف ديالى بجمع تبرعات الى اهالي النازحين في محافظه نينوى بالتعاون مع مديريه اوقاف صلاح الدين ومديريه اوقاف كركوك المتمثله بالكادر الاداري كامل. وها نحن الان في مخيم الجدعه، قمنا بايصال المساعدات الغذائيه والاغاثيه و المستلزمات الاخرى اللي خاصه كالبطانيات والدواشق والمواد الغذائيه كامله. طبعا احنا من محافظه ديالى برعايه الدكتور رئيس الديوان الدكتور عبد اللطيف الهميم وكذلك مدير الوقف السني السيد طه المجمعي، جئنا وجمع وكل خطباء وائمه وخطباء مساجد ديالى، جئنا بهذه هذا الفراش وهذه الملابس بمساعده لاخواننا وابناء جلدتنا، اخواننا الذين هجروا من ظلم داعش.